يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تخلف المسلمين في مجال الصناعة والتقنية يعتبر أمرًا منهيًا عنه شرعًا، أم هو من الأمور المباحة التي وجودها وعدمها سواء؟ وإذا كانت مطلوبة في الشرع، فهل على طلبة العلم أن يتوجهوا لذلك لكي ينتجوا؟ لا شك أن المسلمين ملومون على تأخرهم في مجال الصناعة والتقنية، لأن كان الأولى أن يكونوا سباقين إلى هذا، لأن هذا من دينهم. الله جل وعلا يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من رباط الخيل. من أين نحصل على القوة إلا بالتقنية والتعلم؟ فالمسلمين أولى بهذا، وهم ملومون على تأخرهم في هذا الأمر. لكن أهل الضلال يرجعون هذا إلى الدين، ما يرجعونه إلى إهمال المسلمين، يرجعونه إلى دين المسلمين، وهو اللي أخرهم. هذا من باب التلبيس على الناس، في حين أن الدين يأمر بفعل النافع، اتخاذ النافع من الدين والدنيا. الدين دين جد، ما هو دين كسل ودين خمول، ولا ينفر من الأشياء النافعة بل يحث عليها. هل فيه نص يحذر الناس من تعلم الصناعة؟ ما فيه نص، بل يحث على تعلم الدين والدنيا من أجل أن المسلمين يستغنون عن الكفار. وهذه ما هي للكفار وحدهم، لكن الكفار جدوا فيها وسبقوا إليها، وأما نحن فتخلفنا عنها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وآخر السؤال يقول وإذا كان مطلوبا شرعا، فهل على طلبة العلم أن يتوجهوا لمثل هذه المجالات لكي ينتجوا؟ هذا يرجع إلى ما عند الشخص من المواهب. إذا كان الشخص عنده موهبة طلب العلم والفقه، توجه إلى طلب العلم والفقه لينفع المسلمين. إذا كان عنده موهبة العسكرية والجندية، توجه إلى أن يكون جنديا للمسلمين، يتعلم أساليب الحرب وأساليب القتال والتدرب على الأسلحة، لأن عنده موهبة في هذا الأمر. إذا كان عنده موهبة تعلم الطب، فإنه يتعلم الطب لأجل أن ينفع المسلمين بهذا ويغنيهم عن الكفار. فكل حسب موهبته. نعم. لكن بعد أن يكون عنده من العلم الشرعي ما يحصن دينه وعقيدته. نعم.